العراق يتسلم 7 طائرات مروحية نوع بيل 505 أمريكية الصنع، تستخدم في مجالات التدريب كدفعة أولى من أصل 15 طائرة ستسلم لاحقاً لقيادة طيران الجيش. تحتفل قيادة طيران الجيش هذا اليوم بالسلام الرسمي ل7 طائرات من مجموع 15 طائرة تدريب أساسي من ضمن الملحلة الأمريكية لتعزيز قدرات طيران الجيش وتحديث أسطولها الجوي. الطائرات وصلت إلى العراق منذ 10 أيام، تم تجميعها في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وفحصها جوا، وحاليا هذا اليوم استلمناها استلام رسمي وسننقلها إلى قواعدنا الجوية للبدء بالتدريب على هذه الطائرة الحديثة. الطائرات المروحية مجهزة بأحدث أنظمة الاتصال والرادار لتدريب الطيارين العراقيين على فنون المناورة والقتال في المعارك الجوية. هذه الخطوة تأتي لتعزيز الأسطول الجوي وتنويعه بطائرات حربية كفؤة. دولة رئيس الوزراء القادة العام للقوات المسلحة وتوجيه ودعم للقوات المسلحة بشكل عام وإلى قيادة طيران الجيش. احنا ماضين في تطوير القوات المسلحة في جانب التدريب والتعبئة. بتسليم 7 طائرات من نوع بيل 505 المخصصة للتدريب إلى الحكومة العراقية وزارة الدفاع طيران الجيش العراقي. هذه الطائرات هي مخصصة للتدريب، اللي تقوم بعملية تدريب الطياري الجيش العراقي حتى يكونون طيارين أكفاء. بعد الانتهاء من هذا التدريب راح يقومون بالانتقال إلى أنواع أخرى من طائرات بيل، اللي هي بيل 407 و400 المقاتلة و412 المخصصة للنقل. تسلم طائرات مروحية جديدة مؤشر على تنامي قدرات القوات المسلحة العراقية، وسيعزز من دور تطوير طيران الجيش. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.